مشاهدينا ومتابعينا الاوفياء، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي من خلاله غادي نقربكم من هذه الحمله الطبيه اللي تتنظم هنا جماعه المجعره. استاذ مرحبا بك معنا، عرفنا براسك. السلام عليكم، انا بدر السحيمي، طبيب داخلي في مستشفى الجامعي ديال الرباط، مسؤول على لي زافير سوسيال ديال الجمعيه ديال الاطباء الداخليين في الرباط. اليوم جينا لاقليم مجاره في عمله وزان، اقليم وزان في المجاره بالضبط، باش نقدروا نعاونوا الناس ونفيدوهم. شنو مالك؟ شنو المشكل؟ شنو علاش بغيتي ندوز لك؟ واخا انت تسنان شويه نسالي. انا كنطلب هذا ديالي ولا لا؟ هذا شنو سميتك انت؟ محمد. لا ماشي ديالك. كملها استاذ. اليوم جينا باش نعاونوا الناس، باش ندوزوا لهم. الحمد لله كتب لينا اننا نجيو لهذه المنطقه هذه باش نعاونوا الناس، باش جبنا لهم بزاف ديال التخصصات، منهم الراديو، منهم الجينيكو، منهم الاطباء ديال الاطفال، القلب، بزاف ديال التخصصات. والحمد لله دوزنا بزاف ديال الناس، وان شاء الله يكون خير قدروا نعاونوا ونكونوا زعما قدرنا نديروا واحد البصمه ديالنا في هذه المنطقه هذه. وشكرا. شنو هما التخصصات اللي كاينه دكتور؟ كاينين كما قلت لك، كاينين القلب، كاينين ديال الراديو، كاينين ديال الولاده، كاينين الاطفال، كاينين الانف والحجره، كاينين الغدات، كاين الطب العام، كاين الحمد لله. او يعني حالات مرض، كاين حالات غير عد زعما جد متعدده، بحال الكواط، بحال كتلقى مرضى اللي عندهم السكر متبعينش المرض ديالهم، اللي عندهم الطونسيون، اللي عندهم الامراض القلب مزمنه، كاين بزاف داكشي منوع بزاف، كاين كلشي. يعني لاحظنا اقبال كبير تاكد يعني نقص داكشي. كاين بزاف ديال الخصص ديال الاطباء. واش تفكروا مره اخرى ترجعوا؟ هذه ماشي اصلا ماشي اول مره باش نجيو، وباقي ان شاء الله نعاودوا نجيو، زعما هذه تكون مره من بزاف، الاولى من بزاف ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. شكرا بزاف، شكرا لكم على هذا العمل النبيل اللي تقوموا به. التوفيق ان شاء الله. انتم تتشوفوا متابعينا مشاهدينا الاجواء، يعني اقبال كبير هنا، الناس المناطق القرويه ومن كل الدواوير اللي جاوا لهذ الجامعه من اجل الاستفاده من هذه القافله الطبيه اللي كيف ما سمعتوا المسؤول عن القافله اللي خذينا من عنده هذا التصريح. هي مازال قاصره هذيك السلامه انت تقرا لنا. كما قلت لكم متابعينا مشاهدينا، اقبال كبير من الناس الباديه من العالم القروي، هاد الاطباء يعني اللي جاوا من الصباح هما تيشتغلوا، ومازال الناس حاضرين هنا، مازال الناس كاينين، يعني العالم القروي ناقص في الصحه. تتشوف الاقبال الكبير اللي كاين على جميع المستويات في المناطق القرويه والجبليه، فتلقاها ما عندهمش يعني السبيطارات، ما كاينش سبيطارات بكثره، سبيطار اقليمي واحد اللي كاين، سبيطار واحد اقليمي اللي كاين، وهذا تاكد يعني بالملموس يعني الحاجه الناس الى التطبيب. وتشوف يعني تهد الاطباء يعني تقوموا بمجهود كبير مع الناس، تشرحوا لهم من الصباح هما يعني واقفين تيتسناو النوبه ديالهم. يعني فالعالم القروي خاص هذه المبادره تتكرر باستمرار في كل الجامعات الترابيه، لما لا نشوفوا هذه الحملات على مستوى الاقليم ككل، ماشي في جامعه المجعره، ويكونوا حملات وحملات من اجل الاستفاده اكبر عدد ممكن من شريحه المجتمع، وخاصه في العالم القروي. انتم تشوف نساء كبار في السن، رجال، الجامع حاضر، تخصصات كثيره وكبيره. نشوفوا ندخلوا للداخل، لكن كاينين الاطفال، كاينين النساء الداخل، لا من نصورهم خليهم يستافدوا. الله يجزيهم بخير على هذا العمل النبيل اللي تقوموا به تجاه ديال العالم القروي وفي الباديه مباشره. هاد الناس تيجيو متطوعين من اجل الاعمال ديال الخير فقط. نتمنى يعني هذه المبادرات هذه تعاود مرات ومرات ان شاء الله،
يعني شفتوا الحاجة هذه العشية والناس باقين حاضرين هنايا، كل شيء يعني باغي يستفاد من التطبيق. تشوف لاحظتك، شوف الناس باقين تتسناو مساكن الله يكون في العوانة. في المنطقة تتعاني صراحة، والمناطق الشمالية كلها يعني تتعاني من نقص حاد على مستوى التطبيب. يعني مدى بينا يكونوا حملات وقافلات طبية أخرى من أجل الاستفادة أكثر وأكبر عدد ممكن من شريحة المجتمع، وخاصة العالم القروي تتميز يعني بالفقر والهشاشة وقلة المراكز الصحية والطبية إن صح التعبير. هنا في دار المرأة بجماعة المجعرة نظمت هذه القافلة الطبية اللي جو من جمعية الاسم عقلت عليه اسم طويل شيئا ما، ولكن من الرباط، من مستشفى ابن سينا، يعني هاد الاطباء او هاد الناس جاوا من جمعية اطباء الشباب بمستشفى الشيخ زايد ومستشفى الجامعي ابن سينا. هادو هما الطاقم اللي كاين هنايا من الاطباء اللي جاوا، يعني كل التخصصات حاضره هنايا عندهم، قدموا يعني الادويه وفحوصات للناس، مجموعه من المواطنين والمواطنات اللي استفدوا من هذه الحمله الطبيه واللي هتستمر على يعني على مدى يومين ان شاء الله في هذه الجامعه المجعره، وكذا في جامعات ونانا حسب الاخبار اللي متداولة أنهم يستمروا في جامعة أخرى في إقليم وزان، نظرا كيف ما قلت يعني القلة الصحة في الإقليم. صراحة يعني السكينة تدعاني في الإقليم. نشوفوا داخل يعني الشباب اطباء الشباب يعني اللي تقوموا بهذه المبادره الانسانيه بامتياز، خاصه كيف قلت العالم القروي لناس في امس الحاجه للتطبيب والعلاج المختلف التوجيهات والنصائح الطبيه. يعني الناس كيف ما سمعتوا بعض الحالات اللي سبقوها هنا في المنطقه القرويه المدج. شكرا لكم متابعينا مشاهدينا، حاولنا نقربكم من هذه الحملة الطبية اللي نظمها هنا في جامعة المجعرة، أطباء الشباب اللي تشرفوا عليها تبارك الله، اللي أنتم تشوفوا طريقات ديال الاشتغال هنا، تتم عملية تسجيل ديال المستفيدين والمستفيدات من هذه القافلة الطبية في هذه الطاولة. طاقم يشتغل منذ الصباح الى حدود اللحظة من اجل استفادة اكبر عدد ممكن من المستفيدين من ابناء المنطقة. ناس جاوا من كل الدواوير من اجل التطبيب والعلاج والاستفادة من الادوية اللي تفرقوها هنايا بالمجان على الساكنة كما قلت لكم في هذا الفضاء اللي اسمه دار المرأة هنا جماعة المجعرة عين بروج. نكتفي بهذا القدر متابعينا مشاهدينا الاوفياء، الى هنا اودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. تحيه للجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.